اهلا بكم اعزائي المشاهدين في قناه ايهاب روماني التعليميه والتثقيفيه. النهارده معادنا مع درس جديد في شرح النحو باسهل الطرق. خدنا قبل كده اقسام الكلام، النهارده هناخد حاجه جديده اسمها التعرف على اقسام الكلام. كنا قلنا قبل كده ان اقسام الكلام هما ثلاثه، الاسم والفعل والحرف. قلنا في الفعل ان هو في منه فعل ماضي، فعل مضارع، فعل امر. قلنا الحرف ما بيكتملش الا بوجود كلمه تانية معاه، يعني مثلا لو انا قلت فيه ملهاش معنى خالص، لكن لو قلت في المدرسة في الشارع يبقى كده اكتمل المعنى. الاسم ما دل على اسم انسان، اسم حيوان، اسم نبات، اسم جماد، صفة. وقلنا كل دوت بتبقى في الاسماء والافعال والحروف، دي اسمها اقسام الكلام. ولو انا عندي اي قطعة باللغة العربية عشان اقراها كويس، عشان اتعامل معاها كويس قوي، لازم ابقى عارف كل كلمة فيها تبقى أنهي قسم من أقسام الكلام. النهاردة هناخد مع بعض إزاي نتعرف على أقسام الكلام المختلفة، وزي ما اتفقنا بكده أنا ممكن أفهم من المعنى. يعني مثلا الاسم هو حاجة بتدرك بالحواس، يعني حاجة أنا شايفها أو حاسسها أو أقدر ألمسها أو أمسكها بإيدي، دي حاجات اسمها الاسم. الفعل تملي مرتبط بزمن الفعل، يعني مثلا لو حد قال لعب، لو قلت له الساعة كام ينفع يجاوب عليا لعب الساعة كام، خرج، سيسافر الساعة كام، يعني الفعل تملي في زمن. فممكن أكشف الفعل لو قلت إيه على الكلمة دي الساعة كام، يبقى أنا أقدر أعرف لأن الفعل تملي مرتبط بزمن. لكن أنا قلت مثلا المدرسة الساعة كام ملهاش معنى، المكتب الساعة كام، لكن الفعل تملي أقدر أحدده بزمن. دي حاجات بسيطة قوي، لكن النهاردة هناخد بشكل عملي إزاي نتعرف على أقسام الكلام. يلا بينا. في علامات اسمها علامات الاسم، يعني اول ما اشوف العلامات دي اعرف ان الكلمه اللي قدامي اسم ونشوفها مع بعض. اول علامه الالف واللام، الاسم بيقبل الف ولام، يعني اي كلمه لو عايز اعرف اذا كانت اسم ولا لا اضيف لها الف ولام. مثلا كلمه قلم، لو انا قلت القلم يبقى قبلت وليها معنى مفهوم، اذا كلمه القلم دي اسم. عيد، العيد يبقى كده بقت اسم. حب، بقول الحب دي اسم. سماء، السماء يبقى دي كمان اسم، يبقى الاسم يقبل الالف واللام. لكن مثلا لو خدنا فعل، فعل يلعب ما ينفعش اقول ال يلعب. فعل مثلا سافر ما ينفعش اقول السافر. لو قلنا حرف اسمه من ما ينفعش اقول المن. يبقى الاسم فقط هو اللي بيقبل الالف واللام في اوله. لكن في اسماء طبعا، يعني لو قلت اسماء زي اسم انسان محمد، هل محمد يقبل ألف ولام؟ لا. ففي علامات تانية بس اللي هي أشهر علامة في الاسم اللي هي الألف واللام. أي كلمة مش عارف أحدد إذا كانت اسم أو فعل أو حرف أحط في الأول ألف ولام، قبلت الألف واللام تبقى اسم. طب ما قبلتش الألف واللام، طبعا يعني الأفعال مش هتقبل ألف واللام، الحروف مش هتقبل ألف واللام، لكن مش كل الأسماء بتقبل ألف واللام، يبقى في علامات تانية. ناخد النهاردة 5 أو 6 علامات. اول يعني اكشف بيهم الاسم، اول ما الاقيهم في كلمه اعرف ان الكلمه دي على طول اسم. يعني لو لقيت كلمه اسمها الانسانيه اولها الف ولام على طول تبقى اسم. العمر اولها الف ولام تبقى اسم. السماء اولها الف ولام تبقى اسم. يبقى اي كلمه الاقي فيها الف ولام في قطعه كده على طول اعرف انها اسم. يبقى اول علامه من علامات الاسم هي الالف واللام. نروح مع بعض لعلامه تانية من علامات التعرف على الاسم. العلامه التانية التنوين. فأنا لو قلت مثلا كلمة كتاب، قلم، رجل، جنة أو جنة، يبقى كده التنوين. مش هيبقى فيه فعل منون. لو قلت لعب ده فعل ماضي، ما ينفعش إن أنا أقول لعب، ما ينفعش. لو فعل مضارع يذهب، ما ينفعش أقول يذهب، ما ينفعش أحط تنوين. يبقى أي كلمة هلاقيها في قطعة وهلاقي عليها تنوين، تنوين كلنا عارفينه، يبقى بالتالي هتبقى اسم. يبقى لو في كلمة لقيت عليها تنوين حتى لو ما فيهاش ألف ولام برضه هعرف إنها اسم. طب نشوف علامة تالتة، النداء. لو في كلمة لقيت قبلها نداء، يا أو آية، بنادي، يعني مثلا يا علي يا علي، يبقى أنا كده بنادي حد اسمه علي أو يا علي، أنا بنادي. يبقى المنادى دوت اللي هو علي دوت ده هيبقى اسم على طول. يبقى اللي بيجي بعد النداء لازم يبقى اسم. يا مصر، يا مصر، يبقى مصر هنا منادى.
يبقى ده اسم، لازم تكون اسم. يا رجل، يا رجل، برضو يا ظالم. اللي بيجي بعد أداة النداء بيبقى اسم، يبقى بالتالي الاسم بيقبل النداء. فأنا لو لقيت في أي قطعة برضو كلمة بعد أداة نداء هتبقى على طول هعرف إنها اسم على طول. العلامة الرابعة الجر. الاسم هو الحاجة الوحيدة أو القسم الوحيد من أقسام الكلام اللي بينفع إنه يجر، يجر بحروف الجر. مثلا إحنا عارفين حروف الجر من، في، من، في، على، إلى، باء اللي هو حرف جر. كل دي حروف الجر بيجي وراها اسم، ما ينفعش يجي وراها فعل وما ينفعش يجي وراها حرف. فلو قلت مثلا من المدرسة، من المدرسة، من المدرسة، المدرسة ديت جاية بعد حرف جر، فدي يبقى قبلة الجر. يبقى الاسم بيقبل الجر، الاسم بيقبل. الوحيد من أقسام الكلام اللي بيجي بعد حرف جر هو الاسم. لما أقول مثلا في الفصل، في الفصل، أو في الفصل، يبقى كده برضو الفصل ديت هي فيها ألف ولام، لكن أنا كمان من إنها مجرورة بعد حرف جر، فبالتالي ديت علامة من علامات الاسم. لما ألاقي الكلمة قبلها حرف جر يبقى أكيد هي اسم مجرور، فبالتالي هي اسم. على الرحب، على الرحب والسعة مثلا، على الرحب، يبقى كده الرحب ديت ده اسم. عرفته منين؟ لأنه جاي بعد حرف جر، يعني جاي مجرور، يعني يقبل الجر. الأسماء فقط هي التي تقبل الجر. يبقى كده ممكن أعرف الاسم من كذا حاجة. هنخش في رقم خمسة، الاسم بيقبل النسب. يعني إيه؟ لما أقول عربي، عربي، أعجمي، عراقي، في ياء النسب الأخيرة ديت، أعجم ديت هي اسم مش فعل. يعني ما أقولش أعجمة وأقولها إنها فعل، لأنها قبلت النسب، يبقى ديت اسمها اسم. أعجمي، عراقي، يبقى برضو عراقي يعني نسبة إلى العراق، فبالتالي لو قلت مصري، لو قلت أمريكي، أي اسم بيقبل ياء النسب بيبقى اسم. يبقى أنا أقدر أعرف الأسماء من الخمس حاجات ديت. مش شرط كل أسماء تاخد الخمس حاجات، يعني ممكن اسم يقبل الألف واللام، اسم يقبل الجر، اسم يقبل النسب. فلكن لو أنا لقيت حاجة من الخمسة، لو لقيت حاجة من الخمسة ديت موجودة أعرف إن ده اسم على طول. أشهرهم طبعا الألف واللام. في حاجة مش مكتوبة هنا اللي هي التاء المربوطة. التاء المربوطة على طول لما أشوف اسم فيه تاء مربوطة على طول أعرف إنها إنه اسم. علامات الاسم ال، اللي هي ال التعريف، الألف واللام اللي بتيجي في أول الاسم. التنوين اللي هو التشكيل اللي بيبقى في آخر الضمتين اللي بيبقى في آخر، أو الفتحتين أو الكسرتين اللي في آخر الكلمة، آخر حرف في الكلمة. النداء لما الاسم ده يبقى منادى يبقى ده برضو اسم. الجر يعني لما يجي بعد حرف جر إذا ده كمان هيبقى اسم. النسب لما يجي ورا ياء النسب يبقى أعرف إن ده اسم. وكمان اللي مش مكتوبة هنا التاء المربوطة، أي اسم آخره تاء مربوطة ده هيبقى اسم. يبقى انا اقدر اميز الاسم بالست حاجات، خمسه مكتوبين وفي واحده مش مكتوبه. بالست حاجات دولت اقدر اميز الاسم. دي اسمها علامات الاسم. لما بشوفها على طول بقول الكلمه دي لازم تبقى اسم، لان الاسم الوحيد اللي بيقبل الف ولام، الاسم الوحيد اللي بيقبل التنوين، الاسم الوحيد اللي بيقبل النداء، الاسم الوحيد اللي بيقبل الجر، الاسم الوحيد اللي بيقبل النسب، الاسم الوحيد اللي ممكن يبقى اخره تاء مربوطه. اذا كل العلامات دي اسمها علامات الاسم. مجرد ما اشوفها، وهناخد تمرينات على كده، مجرد ما اشوفها هعرف ان الكلمه اللي قدامي اسم. طبعا في ناس، طبعا انا عارف ان دي محاضرات اوليه، يعني لسه بنبدا مع بعض. انا حابب نبدا من البدايات خالص علشان نبقى يعني كل كلمه وكل حرف في الجمل اللي بنقراها واحنا بنقرا لغه عربيه نبقى عارفينها ونقدر نميزها بالظبط. لان مش هعرف اعرب ومش هعرف اعمل كل اللي انا هاخده في النحو الا اذا كنت قادر اميز اذا كان اسم ولا فعل ولا حرف. ودي حاجات مهمه جدا ما نستهونش بيها، لان دي هتفيدني افاده ما تتخيلوش قد ايه رهيبه جدا. يبقى كده انا اقدر اميز الاسم لو شفته. لو انا شفت كلمات وقلت لك ميز لي فين الاسماء اللي هنا، تقدر تطلعها. وناخد مع بعض تدريبات بكده. تعالوا كمان نخش على الفعل. قلنا الفعل ثلاث اشكال، فعل ماضي، فعل مضارع، فعل امر. فناخد مع بعض علامات لكل فعل او لكل نوع من انواع الفعل. ناخد مع بعض اول حاجه الفعل الماضي. هل اقدر اميز ان الفعل اللي قدامي فعل ماضي ولا فعل مضارع ولا فعل امر ولا حرف ولا اسم؟ الفعل الماضي بيقبل تاء الفاعل في الاخر طبعا، او تاء التانيث. يعني ايه تاء الفاعل او تاء التانيث؟ لو انا قلت لك مثال
كلمة كتب، كتب، عايز أعرف إن كتب فعل ماضي، أعمل إيه؟ أحط لها تاء الفاعل فأقول كتبت، لقيتها كلمة ليها معنى، يبقى خلاص، يبقى قبلت تاء الفاعل، يبقى بالتالي بقت فعل ماضي. شرب، قلت شربت. طب مشى، قلت مشيت. كل الكلمات دي قبلت تاء الفاعل، كل كلمة تقبل تاء الفاعل وأحس إن ليها معنى تبقى ديت فعل ماضي. طب غير تاء الفعل ايه تاني؟ تاء التأنيث. تاء التأنيث اللي هي التاء الساكنة اللي في الآخر بتدل على مؤنث، فلو جيت قلت كده لعبة، الفعل لعبة، أحط له تاء تأنيث بس أقول لعبت كأنه بنت، يعني بتكلم على مؤنث، فأنا بقول لعبت. أه نفعت أهي، ينفع البنت لعبت في الشارع. طب ذهبت، ذهبت، الفعل ذهب ده فعل ماضي، إيه اللي عرفني؟ قبل، يبقى في آخره تاء التأنيث الساكنة، بقول ذهبت، ذهبت فاطمة إلى المدرسة، يبقى كده ذهبت ديت قبل تاء التأنيث، إذا فعل ذهب أساسا كان فعل ماضي. استقالت واحدة موظفة في شركة، استقالت من الشركة، استقالت ديت استقالة، إيه اللي عرفت إنه فعل ماضي؟ قبل تاء التأنيث. يبقى أي كلمة لو قبلت تاء الفاعل في آخرها أو تاء التأنيث في آخرها، أي كلمة قبلت الاتنين دوت ومعناها مازال بتدي معنى مفهوم، إذا الكلمة دي فعل ماضي. طب أقول مثال، يلعب، ينفع أحط لها تاء التأنيث أو تاء الفاعل؟ واحد هيقول لي يلعبت أو يلعبت، ما تنفعش، يبقى يلعب ده مش فعل ماضي. طب لو قلت إيه، المدرسة، ينفع أقول المدرسة ولا المدرست؟ ما ينفعش، لا أحط لها تاء التأنيث ولا تاء الفاعل. يبقى أي كلمة مثلا نختار مثلا حرف زي على، ينفع اقول علت او علت، اللي هي مش علت اللي هي بمعنى فعل، لا ده هي على لحاجة فوق، على حاجة على حاجة، فطبعا اقدر اميز اذا كان ده فعل ماضي ولا لا. اي كلمة قدامي حد شككني دي فعل ماضي، حط لها تاء تأنيث او تاء فعل براحتك، حط لها كده وقول الكلمة، هل الكلمة مستساغة انت فاهم لها معنى؟ لو لقيت لها معنى اذا الكلمة دي كده فعل ماضي حقيقي. ما جابتش معنى، يعني مثلا لو قلنا كلمة زي سافرة، سافرة، فلو جيت حطيت لها تاء الفاعل، بتكلم عن نفسي، تاء الفاعل يعني أنا سافرت، تنفع؟ أه تنفع، أنا سافرت إلى أمريكا، لا تنفع، يبقى سافرة ده كان فعل ماضي. لكن لو قلت يرحلون، فقلت يرحلون وحطيت تاء، مش هتنفع، يبقى الكلمة قبلت تاء الفاعل أو تاء التأنيث بقت فعل ماضي، ما قبلتش تبقى مش فعل ماضي. كده دي من أبرز علامات الفعل الماضي. خلينا نروح مع بعض لعلامات الفعل المضارع. الفعل المضارع عشان أميز إن هو موجود فعل مضارع بحط له سين أو سوف قبله، يعني يسبقه سين أو سوف أو يسبقه لم، وناخد أمثلة على سين وسوف وأمثلة على لم. لو جيت قلت كده يكتب، يكتب ده انا شاكك هو فعل مضارع ولا فعل ماضي ولا اساسا اسم ولا حرف، يكتب، فحطيت قبل يكتب سين فقلت سيكتب، الولد سيكتب خطابا لأبيه، يبقى سيكتب ده ليها معنى، يبقى اذا يكتب دي كان فعل مضارع. سيلعب، لو قلت يلعب دي، يلعب ده فعل مضارع ولا فعل امر ولا فعل ماضي؟ نحط السين، قلت سيلعب ليها معنى طبعا. طب البنت تأكل، طب أنا عايز أعرف تأكل دي فعل مضارع ولا فعل ماضي؟ قلت سين، حطيت السين فقلت ستأكل، قبلت السين وبقى لها معنى، إذا كل يعني يكتب، يلعب، تأكل، كل دي أفعال مضارعة لأنها قبلت السين. طب سوف بالظبط زي السين بالظبط، قلت إيه؟ يذهب، يذهب، فعايز أعرف فعل مضارع ولا أقول سوف يذهب، تنفع طبعا، غدا الطالب سوف يذهب إلى مدرسته، يبقى كده سوف يذهب تنفع. سوف يقوم، يقوم، يبقى يقوم كمان فعل مضارع. الكلمة لو قبلت إنها تتسبق بحرف سين أو كلمة سوف كلها يبقى دي فعل مضارع. كمان الفعل المضارع من علاماته إنه يقبل لم قبله، لم تتحط قبل الفعل، يعني مثلا نقول يقصد ده فعل مضارع ولا لأ؟ أقول هو لم يقصد، لم يقصد، إذا يعني قبلت أهي، لم يقصد ده كلمة مفهومة أو يعني عبارة مفهومة، إذا يقصد ده كان فعل مضارع. لم نذهب،
يبقى نذهب دي فعل مضارع، لاني ابلة لم والمعنى تمام، المعنى تمام هو لم نذهب. طب لم تكتمل، يعني كان في رحلة ورحلة لم تكتمل، اتلغت يعني، لم تكتمل. يبقى كده لم تكتمل، يبقى فعل تكتمل ده اساسا كان فعل مضارع. طب نجيب فعل يعني ماضي، يعني نعمل نفسنا مش عارفين، نجيب فعل ماضي ونسبقه بالادوات دي نشوفه ينفع ولا ما ينفعش. لو قلت مثلا ذهب، فانا عايز اجرب معاه السين، اقول سذهب ما تنفعش، طب سوف ذهب ما تنفعش، طب اجرب لم ذهب برضو ما تنفعش. يبقى الفعل الماضي لو حطيت قدامه سين او سوف او لم مش هينفع، مش هيدي معنى خالص. طب ناخد فعل امر، العب، سالعب او سوف العب او لم العب، طبعا مش نافع خالص. طب انا هجيب اسم، هجيب اسم احط قدامه العلامات بتاعت الفعل المضارع. لو قلت مثلا ايه الانسان، كتبت كده ساء الانسان او سوف الانسان او لم الانسان، ولا حاجه من ديت نفعت في الكلمه وما ادتنيش معنى خالص. اذا السين او سوف او لم لما تيجي قبل الفعل يبقى ويقبلها، يبقى ده فعل مضارع، ودي علامه من علامات الفعل المضارع، اشهر علامات الفعل المضارع. ناخد مع بعض كمان الفعل الامر بعلاماته. علامات الفعل الامر، يقبل ياء المخاطبه للمؤنث. يعني ايه يقبل ياء المخاطبه للمؤنث؟ يعني هنجيب فعل امر كده، ذاكر، ذاكر ديت ده فعل، انا مش عارف ذاكر ديت امر ولا مضارع ولا ماضي ولا اسم، فهحط ياء المخاطبه للمؤنث كاني بكلم مؤنث، بكلم امراه، بكلم بنت، فانا بقول كده ذاكري، ذاكري يعني ذاكري، قبلت. ايه ده؟ طب الفعل العب، العب ده عايز اعرف اذا كان فعل امر ولا لا، فقلت حطيت له ياء المخاطبه المؤنث، فقلت العبي، ينفع طبعا العبي، اذهبي والعبي، اذهبي اذهبي، حطيت ياء المخاطبه، يبقى الفعل اذهب ده اساسا كان فعل امر. تمهلي يعني بالراحه، تمهلي على مهلك، تمهلي ده برضو قبل ياء المخاطبه كاني بكلم مؤنثه والمعنى ماشي تماما. اذا الفعل امر بميزه ازاي؟ انه يقبل ياء المخاطبه للمؤنث. اكتبي، اصبري او اصبري يعني اصبري صبرا يعني. يبقى كده الفعل اللي بيقبل في الاخر ياء المخاطبه للمؤنث بيبقى هو الفعل الامر. لو انا جربت فعل مضارع يلعب، فانا اقول يعني هحط له ياء المخاطبه، اقول يلعبي ما تنفعش، ياكل، ياكلي ما تنفعش. طب نجيب فعل ماضي، ذهب، اقول ذهبي ما تنفعش. طب فعل مثلا تعب، اقول تعبي، ما قبلش خالص ياء المخاطبه المؤنث. يبقى اي فعل عايز اكشفه اذا كان فعل امر، فعل امر ولا لا، العلامات بتاعتي هو يقبل ياء المخاطبه المؤنث، احط ياء المخاطبه في الاخر، في اخر الكلمه، لقيت المعنى ماشي والكلمه تمام يبقى الفعل ده فعل امر، ما مشيش يبقى دوت مش فعل امر. يبقى كده ميزت الاسم بالست حاجات اللي احنا قلناهم، ميزت الفعل المضارع بالسين وسوف ولم، ميزنا الفعل الماضي، وميزنا كمان الفعل الأمر. يبقى كده يعني خدنا من أجزاء الكلام أو من أقسام الكلام الاسم والفعل بحالات. ناخد آخر حاجة الحرف، والحقيقة الحرف مش يعني ملوش علامات، يعني الحرف لا يصلح معه علامات الاسم أو الفعل، ده يعني جاي بالنفي بالصيغة المنفية. يعني بمعنى إيه؟ إن أنا أجيب حرف زي فيه أحط علامات الاسم ما ينفعش معاه، احط علامات الفعل ما ينفعش معاه، يبقى دوت في النهايه حرف. الحرف لم ي... يعني لا يكتمل معناه الا لو اضفته لكلمه تانية، يعني مثلا اقول في ملهاش معنى، في المدرسه بقى ليها معنى، من ملهاش معنى، من البيت بقى ليها معنى، نقول مثلا الى الطريق بقى ليها معنى. يبقى الحرف ما يكتملش معناه الا اذا ضفته الى كلمه اخرى. لكن مثلا اسم، لو قلت محمد، ده اسم واحد، انا فاهم منها حاجه، يعني اتقال محمد انا عارف ان ده اسم كده. لو قلنا مثلا الشارع انا عارف ده الشارع. طب الفعل ذهب، ده حد ذهب، لكن في بس الحرف لو قلت في ملهاش اي معنى، ما يكتملش معناها الا لما قلت في البيت، في الشارع، في الطريق. يبقى الحرف لا يكتمل معناه الا باضافته الى كلمه اخرى. وكده أنواع حروف مثلا في، من، إلى، هل،
كل ديت علامات الحرف. ناخد مع بعض تمرين. احنا كده عرفنا الاسم، الفعل بأنواعه، والحرف. فعندي تمرين كده، انا حابب طبعا كل محاضراتنا بعد كده يبقى فيها تمرينات. كل ما نتمرن هناخد يعني آفاق أوسع، هنبتدي نتعلم أكتر ونتدرب على اللي احنا خدناه. هناخد تمرين بيقول لي استخرج من الفقرة رقم 1 اسم، 2 فعل وبين نوعه، 3 حرف، 4 حدد نوع الكلام الكلمات عفوا دي الكلمات، حدد نوع الكلمات التي تحتها خطا. القطعة بتقول ايه؟ يوسف إدريس من المبدعين المصريين، اشتهر بكتابة القصص القصيرة، أصدر مجموعته الأولى بعنوان أرخص ليالي، أخذت قصصه تصور الحياة اليومية خاصة المهمشين من طبقات المجتمع. كل من يحب القراءة حتما سيعرف الكثير عن يوسف إدريس. كده قرينا مع بعض القطعة، والقطعة سهلة خالص، وعايزين نطلع منها مجرد اسم كده، فعل وبين نوع وحرف، يعني 3 حاجات هنطلعهم بسرعة. اسم، لو أنا دورت كده يوسف إدريس من المبدعين، المبدعين فيها ألف ولام، وفي نفس الوقت جاي قبلها حرف جر، يعني قابلة الألف واللام وقابلة الجر، يبقى المبدعين ديت اسم، المبدعين اسم. تاني حاجة بيقول لي فعل وبين نوعه، لو قلت يوسف إدريس من المبدعين المصريين اشتهر، ده فعل، ده شكله فعل كده، اشتهر. طب نجرب كده، فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ نشوفه مضارع، لم اشتهر أو سيشتهر، لا مش مضارع. طب نعتبره ماضي فنحط له تاء الفاعل او تاء التأنيث. لو قلت اشتهرت ماشية، طب قلت اشتهرت ماشية، يبقى اشتهر ده فعل ماضي، لان قبل تاء التأنيث وتاء الفاعل، يبقى اشتهرت او اشتهر اللي هي في القطعة ده فعل ونوعه فعل ماضي. طب عايز حرف، حرف مثلا من المبدعين، يبقى دي من. مثلا لو كملنا بقى القطعة ممكن الاقي هنا عن، سيعرف الكثير عن يوسف إدريس. فكده يعني في حروف باينة سهلة خالص، حروف بتبقى تملي صغيرة كده، يعني مكونة من كام، يعني 2 3 كده حروف صغيرة. ندور على الحروف الصغيرة ونلاقي ما يكتملش معناها إلا من طبق، دي من طبقات، أو عن، سيعرف الكثير عن، لو قلت عن لوحدها ملهاش معنى خالص، يبقى كده عن يوسف إدريس. طيب كده جبنا اسم وفعل وحرف. حدد نوع الكلمات التي تحتها خطا. طبعا هنا في ألف زيادة عفوا يعني، لكن هي الكلمات التي تحتها خطا. اوكي، يوسف ده اسم، ده باين أوي ان هو اسم انسان عالم يعني، يوسف. من، ايوه ده حرف، بس ابتدت هي فاهمه كويس قوي. المصريين، ايوه قبل الف ولام ديت، يبقى المفروض ان هو دوت يعني ده اسم المصريين. طب اشتهر قلناها من شويه انها فعل ماضي. بكتابة، الباء ديت اللي هنا ده حرف جر، الباء دي حرف جر، كتابة يبقى ديت اسم لأنها قابلة الجر، يبقى اسم يعني قبلت إن يبقى قبلها جر وتبقى هي اسم مجرور، يبقى ديت اسم، كتابة دي اسم. إيه تاني تحت خط؟ أخذت، أخذت أساسا قبل تاء التأنيث اللي هي التاء، أخذت تاء المخاطبة للمؤنث اللي هي تاء التأنيث، أخذت يبقى ديت ده فعل ماضي. مين اللي بيقبل تاء التأنيث أو تاء الفاعل؟ الفعل الماضي، يبقى دي فعل ماضي. طب تصور، تصور ممكن أجرب معاها دي، شكلها فعل مضارع، فعل مضارع في الغالب بيبدأ بته أو يه أو نون، بته أو يه أو نون، فهنا تصور شكلها فعل مضارع. طب نجرب نحط لها علامة من علامات الفعل المضارع، السين، ستصور شغالة، سوف تصور شغالة، لم تصور شغالة، إيه ده يعني تصور دي فعل مضارع. طب من مش تقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل، يبقى من دي حرف جر. يحب اولها ايه كده، اشك انها ايه، فعل مضارع، فنحط لها السين او سوف او لم، سيحب، سوف يحب، لم يحب، كلهم شغالين، يبقى يحب ديت فعل مضارع. طب سيعرف كمان تحتها خط، ادي سيعرف برضه، سيعرف ده حاطين سين لوحدها، يعني حتما سيعرف الكثير عن يوسف، يبقى سيعرف ديت ده فعل مضارع لانها قبل التسويف اللي هي السين ديت، يبقى سيعرف ده فعل مضارع. كده قلنا كل الكلمات اللي تحتها خط نوعها ايه. ناخد مع بعض تمرين تاني.
تمرين سهل جدا، بيقول لي اكمل بالمطلوب ما بين القوسين ثم اذكر علامة قسم الكلام الذي تختاره. اول سؤال واحد، نقط محمد الدرس، اكمل بفعل ماضي. انا عايز هنا فعل ماضي، احط فعل ماضي ويبقى وراها محمد الدرس، يبقى ايه؟ ذاكر مثلا محمد الدرس، وذاكر اللي هي تنفع ذكرت ذكرت، يعني تقبل علامات الفعل الماضي، يبقى ده فعل ماضي، ذاكر محمد الدرس. طب اكمل باسم، ذهب التلميذ الى نقط، سهله خالص يعني، جمل بسيطه بس عشان ايه؟ نتعلم منها الاسماء الافعال الحروف. ذهب التلميذ الى المدرسه، والمدرسه هتبقى ليه اسم، لان اول حاجه هي معرفه بال المدرسه، يبقى قبلت ال التعريف. حاجه تانية جايه بعد ما حرف جر، يعني هتبقى قبلت الجر، يعني ايه؟ بقت مجروره، يبقى اذا هي اسم. طب هنا اكمل باسم، وقال لي عشت يا مصر، لو انا قلت ايه او عشت يا مصر، مصر هنا هتبقى ايه؟ مصر اسم. ليه بقى؟ لانها قابلة النداء، يبقى عشت يا مصر. طب احمد نقط الى فرنسا، اكمل بفعل مضارع، احمد نقط الى فرنسا. طب انا لو قلت احمد يسافر الى فرنسا هتبقى فعل مضارع، لو قلت احمد سافر الى فرنسا يبقى فعل مضارع. انا عندي سافر ويسافر، اعرف منين؟ يسافر لو قلت سيسافر تقبل السين تبقى كده فعل مضارع، يبقى انا هقول سيسافر، احمد يسافر الى فرنسا، او ممكن اقول احمد سيسافر الى فرنسا، فانا قلت سيسافر يبقى بالعلامه بتاعتها، يعني الاسم الفعل المضارع يسافر والعلامه اللي هي السين، يبقى سيسافر الى فرنسا. طب هنا الى نقط الى المدرس، جيدا اكمل بفعل امر، اكمل بفعل امر، ممكن اقول ايه؟ انصت الى المدرس جيدا، استمع الى المدرس جيدا، اصغي الى المدرس جيدا، احط فعل امر، والفعل امر ينفع لو قلت استمع، الفعل الامر علامته ايه؟ انه يقبل ياء المخاطبه للمؤنث، اقول ايه؟ لو قلت هنا استمع الى المدرس، تنفع كلمه استمعي الى المدرس جيدا؟ تنفع، يبقى اكمل بفعل امر، ممكن احط استمع او استمعي الى المدرس جيدا. طب اكمل بحرف، سافر الانسان نقط القمر، حرف، فيعني جرب كده حروف الجر، سافر الانسان ما تنفعش من القمر في القمر، لكن تنفع الى القمر. طبعا انا عارف ان الكلام ده بسيط جدا، بس انا بقوله كده بحيث ان احنا نتعلم، يعني نشوف انا بحطها ليه، وبعرف اني قسم من اقسام الكلام. ده اخر تمرين هناخده النهارده، بيقول لي كده استخرج الاسم والفعل والحرف في كل من الجمل الاتيه، جمله جمله، انا هحل معاكم جملتين ثلاثه وهسيب الباقي، هيبقى تمرين معانا نقعد نتدرب عليه في البيت. العب بالكره مع اخي، العب بالكره مع اخي، ألعب ده فعل مضارع، ألعب فعل مضارع، بالكرة، الكرة اسم لأن قبلها حرف جر، يبقى بالكرة، يبقى الكرة هنا اسم، مع حرف، والباقي اللي هنا حرف، وأخي اسم، أخي اسم، لأنه قبل النسب، أخي أخويا أنا. طب هل ستذهب غدا إلى المدرسة؟ هل ده حرف؟ هل حرف؟ ستذهب واضح ان هو فعل مضارع لانه قبل سين هنا، غدا غدا قبل التنوين يبقى اسم، التنوين من علامات الاسم، الى ده حرف، المدرسة المدرسة قبلت الالف واللام، يبقى ايه؟ يبقى المدرسة اسم. هل ستذهب غدا الى المدرسة؟ سامر طالب مجتهد، سامر ده اسم ولد، دي من الاسماء، طالب ده اسم برضو، طالب تنفع الطالب، تنفع طالب، تنفع إلى الطالب أو إلى طالب، يبقى كده تقبل كل علامات تقريبا الاسم، يبقى طالب. مجتهد دي صفة، بس الصفة في اللغة العربية احنا بتبقى من ضمن الأسماء، من ضمن الأسماء. طيب آخر حاجة نقولها، ذهب الأولاد إلى الحديقة، ذهب ده فعل ماضي، ذهب فعل ماضي، الأولاد الأولاد ده اسم، أنا مش بعرب، أنا بقول أقسام الكلام، أنا لسه ما دخلناش في ولا حاجة من الإعراب، احنا لسه في تاني محاضرة، ده مش اعراب. ذهب ده فعل ماضي، انا بس ببين الفعل بنوعه، فعل ماضي، الاولاد ابت الف ولام يبقى دي اسم، الى ده حرف، الحديقه ابت الف ولام يبقى دي اسم. مهم قوي ان انا اكون عارف اقسام الكلام في كل جمله، يعني يعني نفسي كده نكمل باقي الجمل، وحتى اكتبوا لنا على القناه، فتحت فاطمه باب بيتي، اصغي الى المدرس، تم يذهب العمال الى الموقع،
كل جملة اكتبوا انتوا عارفين ايه فيها. ده يعني يبسطنا قوي ان احنا نشوف تفاعلكم معانا، وكل حد يعني ياخد الكلام ده بجدية ونذاكر. ينفع لو انا حد كبير بس نفسي اتعلم نحو، نفسي اقرا لغة عربية كويس قوي، يعني حتى لو انا مش في مجال خالص، لكن بحب لغة بلدي، بحب اللغة العربية اللي انا بكتب واقرا واعمل بيها. فعشان كده انا عايز اتعلم. هات بس اجندة وابتدي اكتب، واللي انت بتعرفه حاجات جديدة تتعلمها اكتبها، وابتدي يعني طلع اقسام الكلام. وان شاء الله في الاوقات اللي جاية هناخد اعرابات وهناخد حاجات كده قوي، فنفسي تابعوا معانا بتركيز، وده هيعلمنا كويس قوي. اشكركم على حسن المتابعة، يا ريت تعملوا لنا شير وسبسكرايب للقناة، عشان لما تبقى سبسكرايب او اشتراك في القناة، كل فيديو جديد بنقدمه هيجي لكم. اعمل سبسكرايب، ويا ريت تعملوا لنا شير في كل المجموعات، وفي الفيسبوك وعلى تويتر، للفيديوهات بتاعتنا. واتمنى تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو. وعايز بس انوه على حاجة، ان كل الفيديوهات بتاعتنا الانجليزي، الرياضة، الكمبيوتر، النحو، ولسه كل الفيديوهات اللي جاية كلها ليها يعني نسخة ورقية. تحت الفيديو تحت بيبقى مكتوب لتحميل النسخة الورقية، اضغط هنا تحمل النسخة الورقية، وممكن تطبعها عندك على برينتر، او ممكن تبقى موجودة عندك على الجهاز او الموبايل، تبقى نسخة كاملة فيها الورق كله اللي احنا شرحناه مع بعض. اشكركم على حسن المتابعة، الى اللقاء في درس جديد من دروس النحو. مهندس عادل روماني.